أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم. ازيكم وعاملين ايه؟ الموتوريلا الموتو الجي 24 تليفون جاي بصراحة سعر تحفة، مفيش أقل من السعر ده، وبراند تقدر تمسك براند زي التليفون ده وتقدر تستمتع فعلا بالمزايا اللي فيه. هنشوف التليفون ده مع بعضينا، خاصة ان موتوريلا جايبالنا التليفون ده بإمكانيات روعة، أو نقول مثلا متوسطة، ولكن سعر قليل جدا مقارنة طبعا بسعر أو بأسعار التليفونات اللي في الفئة دي. التليفون بيقدم لك كل حاجة من حيث الشاشة، الكاميرات، البروسيسور، الرامات، المعالج، كل شيء، البطارية، الشحن السريع، كل شيء بصراحة بيقدم لك إمكانيات متوسطة وروعة، وفي نفس الوقت سعر على قد الإيد، هتعرفوا في آخر الحلقة زي ما أنتم متعودين. هنشوف التليفون ده وهنشوف سلبياته وإيجابياته، ونقف على نقاط الضعف بتاعته والقوة، ونشوف في الإمكانيات بتاعته، وأحط ما بين إيدين حضراتكم داتا كاملة عشان لو تختار تشتري التليفون من عدمه. مش هنسى زي كل مره افكركم الاشتراك في القناه يا جماعه، دعمكم مهم جدا لينا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم فضلكم انتم نوصل ل 100,000 مشترك في خلال شهرين. يلا وصوا القناه ديت للي تعرفوهم واللي ما تعرفوهمش، انشروا القناه في كل حته، ده بصراحه يبقى شكركم ليا اذا انتم اردتم، ونشيله فوق دماغنا ان شاء الله باذن الله. يلا مع بعض نراجع التليفون الاكثر من رائع اللي من شركه موتوريلا، وهو الموتوريلا الموتو الجي 24. انا اخوكم اشرف عرفان، ودي قناتكم انتوا، قناه ثاندر ليجند. يلا بينا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم، اخباركم، يا رب تبقوا بخير. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقه ثاندر تكنولوجيا معلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. الموتوريلا الموتو الجي 24 مواصفات تليفون في غايه الروعه، مع سعر اقل بكتير من المواصفات المعروض بيها، يعني بالبلدي كده قيمه فعلا مقابل سعر زهيد جدا يناسب الحاله اللي مصر فيها وانحدار العمله اللي موجود. هنراجع مع بعضينا التليفون ده ونشوفه حته، واحنا بنراجع طبعا هنشوف سلبيات والايجابيات اللي موجوده في التليفون ده. قبل ما نبدا المراجعه، مش هنسى افكركم يا جماعه ما تنسوش السبسكرايب، اللايك، الاشتراك في القناه مهم جدا، الكومنتس لو سمحتوا، والشير لكل مكان، وانشروا القناه في كل حته بفضل ربنا، ثم دعمكم ان شاء الله باذن الله نوصل ل 100,000 مشترك في خلال شهرين. يلا مع بعض نراجع التليفون اللي معانا النهارده، الروعه اللي من شركه موتوريلا، الموتوريلا الموتو الجي 24 او 24 جديد. يلا بينا. كعادتنا واحنا بنتكلم بنوصف التليفون من بره، التليفون عباره عن مستطيل الشكل مع دائريه الحواف وعدم حديتها، وجود بيزلز عريضه شويه من الاسفل ومن الجوانب كلها بالكامل بسيطه، والشاشه جايه فلات مش جايه كيرف بين ناحيتين، وكاميرا السيلفي في المنتصف في الاعلى من الظهر، علامه الام في المنتصف، على الاعلى شمال هتلاقي فيه بروز شويه، منطقه كده حاجه بسيطه مع بوبي خفيف، دي اللي فيه الكاميرات، والتليفون الجوانب بتاعته فلات مش واخده بومبي كده. التليفون اعلن عنه في 18 يناير 2024، ابتدى يطرح للبيع في 6 فبراير 2024. مواصفات التليفون كالاتي: 163.5 في 74.5 في 8 ملم، يعني يعتبر رفيع تقريبا. والتليفون بصراحه وزنه بسيط قوي لانه بيجي بوزن 181 جرام. من الامام من الازاز، ومحمي طبقه حمايه جوريلا جلاس من النوع الثالث، الظهر والفريم من البلاستيك، ومؤهل ان هو ياخد شريحتين من النوع النانو، وبيجي بمعيار مضاد للميه او رذاذ الميه والاتربه. الظهر بيجي بنوع اللي هو اللي بيسموه الريبلين دوت، او اللي هو بيدي تمويجه في الالوان في اشعه الشمس. مواصفات بقى الشاشه بتيجي من نوع الاي بي اس ال سي دي مليار لون، الريفريش ريت او معدل التحديث 90 هرتز، ومعدل عينه اللمس اعلى من 1650 نتس، يعني يعتبر متوسط. اما بالنسبه للنتس ودرجه النتس بتاعت الشاشه بيوصل لاقصى حاجه 537 نتس، يعني درجه برضو سطوع متوسطه في قلب الشمس او في قلب الاضاءه العاليه، ومدعم الاتش دي ار. مساحه الشاشه 6.56 انش بقوة استحواذ 84.9%، وبريزوليوشن شاشة 720 في 1612 سبكت ريشيو ل 20 ل 9
مع كثافة بكسلات 269 بكسل لكل انش، يعني يعتبر درجة وضوح وألوان برضو معقولة على قد السعر اللي جاي بيه. التليفون بينزل بالأندرويد 14 الخام بالواجهة البسيطة بتاعة الموتوريلا، والمعالج بيبقى من شركة ميديا تيك اللي هو الهيلو الجي 85، وده المعتمدية بتاعته 12 نانومتر. وبالمناسبة على فكرة ان المعالج ده لقى نجاح عالي جدا في بعض التليفونات الاخرى اللي تم استخدامها فيها. البروسيسور من النوع الاوكتا كور او 8 انوية، النواتين الرئيسيتين بتوع بقوة 2.0 جيجا هرتز كورتكس اي 75، ده المسمى بتاعها. اما الست انوية موفرة للطاقة فبقوة 1.7 جيجا هرتز كورتكس اي 55، ده المسمى بتاعها. التوليفة الروعة دي بيدعمها كارت جي بي يو او وحدة رسوميات من النوع المالي الجي 52 ام سي 2. التليفون فيه قابلية انه ياخد كروت ميموري لغاية 512 جيجا بايت، وبينزل بنوعين من الذاكرة، اما 128 جيجا بايت او 128 بينزل بنوع واحد من الذاكرة 128 جيجا بايت، وبينزل بنوعين من الرامات، اما 4 جيجا بايت رام او 8 جيجا بايت رام. الذاكرة بتيجي من نوع الاي ام ام سي 5.1. نيجي بالنسبة للكاميرات، في وجود كاميرتين في الظهر. الكاميرا الرئيسية او الوايد دي 50 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8 بالدعم البي دي اف والواي اس التثبيت البصري، اما الكاميرا الثانية فهي ماكرو دي 2 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4، وفي موجود فلاش بيدعم ال HDR او تصوير ال HDR بالبانوراما، وتصوير الفيديو بيوصل ل 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. اما الكاميرا الامامية فهي سيلفي 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0، دي بتدعم تصوير ال HDR والفيديو بيوصل تصوير 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. بصراحة الصوتيات في التليفون دي روعة، لأنه بيجي بأتموس دولبي أتموس، ودي حاجة تحفة لأن الصوتيات ستيريو من الأسفل من الأعلى، وفي مكان لتركيب الجاك ال 3.5. وحدات الكوميونيكيشن طبعا حدث ولا حرج لأنها جاية تحفة. الواي فاي بأحدث حاجة دول باند، البلوتوث بس فيرجن متأخر 5.0، الجي بي اس دول باند الان اف سي موجود حسب الريجون، والراديو موجود اف ام راديو، موجود التسجيل من الراديو. اليو اس بي من نوع تايب سي 2.0 بيدعم الاوتو جي. البصمه جانبيه في زر الباور، وموجود جميع السنسورز الموجوده في جميع التليفونات. احلى حاجه في التليفون، ودي بعتبر برضو نقطه قوه في التليفون، هي البطاريه بتاعته بتيجي كبيره 5000 ملي امبير مع شاحن سريع 15 واط. ده يعتبر الحاجة التحفة اللي في التليفون. التليفون دوت بيجي منه أربع ألوان، لإما الأيس جرين أو الأخضر الروعة دوت، أو الأزرق، أو البينك اللافندر الشيك دوت، أو اللون الأسود المطاطي بتاعه اللي مدي شوية على رمادي. سعر التليفون وقت تسجيل الحلقه دي كان حوالي عامل 152 يورو، يعني احنا تقريبا بنتكلم بالمصري لو حسبنا اليورو على 60 يعني تقريبا 9500 جنيه تقريبا. التليفون بصراحه في كل مزاياه او في كل ايجابياته يعتبر تحفه في كل حته، يعني انه يعتبر بس نقطه الضعف الوحيده الكاميرات، كنا نحب ان هي تكون بتصور بفريمات في الفيديو 4K، ولكن ما فيش مشكله يجي بالمنظر ده، او مثلا الشحن السريع يبقى شحن سريع اعلى شويه من المعتاد اللي احنا عارفينه. نقاط الضعف تقريبا، نقاط القوه تقريبا انا شايفه كلها حلوه على قد طبعا السعر اللي موجود فيه والتحفه اللي جاي بيه التليفون ده. لغايه دلوقتي احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب تكون الحلقه فادت حضراتكم. يا جماعه مش هوصي حضراتكم ما تنسوناش الاشتراك في القناه، مهم جدا، انشروا القناه في كل حته للي تعرفوهم واللي ما تعرفهمش. سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان، الكومنتس وزر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيكم كل جديد. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.